اليوم في خوتي غنديرو دويره بالليل، هما اول مره كنديرو دويره بالليل غير باش تلاحظوا معايا المدينه. اليوم يوم الاحد بلان، هانتوما غتشوفوا غادي ندير واحد الدويره على الروم بوان ساحه التحرير، غتشوفوا ما شاء الله الدنيا على غير عادتها. واش حيت اليوم الاحد، واش حيت كاين الحجر الصحي تخفيفي شيء ما، واش غريب في الجو ديال مدينه العرائش. تنسلكوا هاد العجبات. الغريب في الجو ديال مدينة العرائش هو انه بنهار ساخن ولكن في العشية البرد، العشية البرد اخوتي البرد. انا دابا داير غير كاميسيتا ورانا كنترلل بالبرد. شوفوا الحديد، شوفوا الحديد، شوفوا الحديد تبارك الله. بغيت نوريكم المدينة اليوم عامرة. وزيدو اين هنا شكرا دوز الشريف، الله يشرف مقامك اختي. كارابونيتا على اليسار و لوكوس على اليمين. لاحظوا معايا، لاحظوا معايا، وحنا كندورو في الليل اول مره يمكن كندورو في الليل. لاحظوا معايا ساحه التحرير، عيشوا معايا هذه اللحظه هذه، الله يجازيكم بخير. انا كل ما كانتش هاد الدوره كتهمكم كاع ما نديرها. شوفوا تبارك الله، شوفوا الخيرات، شوفوا المقهى ليكسوس، ليكسوس كيفاش دايره عامره بصح. المقهى كذلك ديال هذه ديال الكتبيه بلا انتهيه، كل العرائشين خرجوا وانا كيبان لي بحال راه الناس ديال برا تا هما هنا لان هادشي كثير. شفت الدوران ما كنجبرش كيفاش ندور على خاطر ها الساحة. شوفوا الساحة، ما تجبرش بلاصتك في الساحة. شوفوا هنا دراجة نارية ما خصهاش تكون فوق الربيع، ها ما خصهاش. شوفوا تبارك الله، حنا كندورو في الليل، عمرنا ما درنا بالليل اخوتي، أول مرة. نتمنى القضية تنجح، نعاودوها لكم إن شاء الله مرارا وتكرارا. لا ما تخافش اخي، ما عندك يطيحك الفيديو المعلم. شوفوا تبارك الله، شوفوا الليل ما عندنا مشكل مع الناس دابا، الرؤيه ما كتكونش واضحه 100%. مقهى على اليمين ديالي، مقهى ربما نجمه البحر حتى هي بلان. وهذه هي ساحه التحرير، هذه هي قلب النابض ديال المدينه، كل شيء كيهود ليها من كل حدب وصوب. انها مريحه ولانها مخضره ولان عند وليداتنا عندهم فين يدورو. ها اللي قلت لكم، ها ليكسوس، شوف تبارك الله ما تجبرش بلاصتك. هذه كتبيه، ما تجبرش بلاصتك في كتبيه. ممر جليل، الناس جالسه مرتاحه الحمد لله، البلاد ديالنا في امن وسلام. اللهم لك الحمد على هذه النعمه، هذه اللهم لك الحمد على هذه النعمه يا ربي، منا الله وشكرناه ان بلدنا في امن وسلام. مازال الخضره اليانعه، اللهم لك الحمد، نحاولوا نحافظوا عليها.
نحاولوا نحافظوا عليها خوتي تبقى هكا. شوف شوف العين كترتاح. شوف الفيديو الاخير ديال ساحة التحرير عجبكم، لذلك ارتأيت انني نعاودو على الباب المدينة ها اللي كتخرج السوق الصغير وكتخرج القليبات وكتخرج الباب بحار. كما قلت لكم هنا كانوا الطوبيسات بكري، هنا كانت المحطة ديالهم امام الراجلين من الباب القبيبات لساحة التحرير. تبرعوا لي مع راسكم البلاصة ديال تشورو، ها هي راه باقا خدامة اللي بغات تشورو. هذه مقهى قديمة حلاقة الريف ريشبون، كنظن نجمة البحر والله أعلم. شنو باقي لنا؟ غنمشيو نيشان مع شارع مولاي إسماعيل. الحديد أخوتي الحديد. السيارة مكتوب عليها ليكوس والمقهى سميتها ليكسوس. حنا غادي نزيدو فوس فوس، زيد ليليها ليها. هذا شارع طريق بنو زياد كتعرفوه، هذا أجمل شارع مدينة العرائش، وهذا روعة روعة روعة. كاربونيتا هاو الكاربونيتا على اليمين، وكافي ليكسوس على اليسار كما كتلاحظوا. هي هذه كافي ليكسوس، هذه كدير واحد السهرة في راس العام دائما بثمن 200 درهم وفيها العشاء وكتبقى خدامة حتى الغد ليه. سهرة غنائية كديرها كل سنة، كدير هادي وكدير ديك بور ليكسوس، ديك ديك الفندق اللي من راس الرمل من الشاطئ لهيه ليكسوس. بور ليكسوس حتى هو كيدير سهرة. قولوا لي كيفاش جاتكم هاد المسارية هادي، قربنا نكملو. شوفوا معايا الدنيا عامرة خوتي، حيت اليوم الحد وسمحوا لي انا كنت مشيت لواحد المشوار ديال الصيد، صيد بالقصبة. هذاك الشيء علاش ما درتلكمش ديريكت في داك كورنيش باب البحر اللي عودتكم عليه، كان غيكون واعر اليوم لان يوم الاحد كيكونوا الناس كتار، كتكون الفسحة، كتكون الجمالية، كتكون الحركة الدائبة. ولكن سمحوا لي بزاف ما كنتش اليوم على فقاش كنت في الصيد. شوفوا تبارك الله، شوفوا تبارك الله، شوفوا ما شاء الله. هذا الكلب ديالي هذا. المنطقة اللي كتكون عامرة بالراجلين جنب البحر الكورنيش الشرفة الأطلسية، كل شيء كيلتجئ لها باش يستفد من هواء البحر البارد. هو الشارع ديال بئر أنزران اللي كيهبط الكورنيش باب البحر. كتلاحظوا معايا الناس طالعة، هو ده من الأماكن ديال البطاطا وديال الغلالة وديال. شوفوا بعويناتكم، عودناكم كتشوفوا هادشي بنهار، ثم كتشوفوا دابا ليلا الحادية عشرة ليلا ومازال الدنيا كتنغل تبارك الله. تحياتي تحياتي الحباب، تحياتي المرضيين، نحبكم في الله، كنتمناو المزيد ديال المتابعة ديالكم، كنتمناو المزيد ديال الجيم ديال البارطاج. وبغينا هاد الصفحة يشوفوها كل العرائشيين وكل المغاربة، كل العرائشيين بالمهجر وكل المغاربة. والله يجزكم بخير، ديروا اللي عليكم باش تطور هاد الصفحة وتمشي بعيد إن شاء الله بحول الله. الله يكرمكم. تحياتي، كان معكم أحمد إيسي لاش.